عطشان بعدك؟ عطشان؟ لك شاي قهوة. أنا شاي وقهوة. شاي وقهوة؟ تخيل. كأنك بكوفي شوب. يلا بكوفي شوب. هنا وشاي وقهوة؟ على هاي التربة مرة تيالس. اطلب شاي وقهوة عندك. قهوة. فديت قلبك والله. حن ياس. جاهزم جاهزنها؟ مرة. أوهو. ما أخليها وياي بكل بقعة. هاي ما خبتني عنها. هاي وراي وين ما راح طال عمرك. ما خبتني عنها. هو حق فلاس. القهوة هاي القهوة. والله أبو زايد إنك مدلعنا يا أبو زايد. تستاهل الطيب يا طيب. شاي قهوة. يس جزاك الله خير. القهوة. أنت ما تبغى قهوة؟ أنا بشرب شاي. تشرب شاي ها؟ نجهز وضع ريال شاي وقهوته على هالأجواء الطيبة والنسمة العليلة. يا سلام. حس نفسك كأنك في البر. في البر صراحة. في البر الوضع مش طبيعي. باله قصيد مزايد. عطنا قصيد. شو تفضل قصيد؟ قلت لك يا محل الفنجان. فنجان. مع سجة البال. مع سجة البال. في مجلس ما فيه نفس ثقيلة. ثقيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال. خال. وهذا رفيق ما لقينا مثيله. مالك زود. الله يوم يقول لك يا ابو علي طير الهوى خبث البال. بال. الطير مزرن والحباري قليله. قليله. يالله يلي جامع ما بعد فال يلي من الضيقات منجي دخيله. دخيله. زعل قلب الغدا فيه والوال. الله. والنوم ما يجعينه الا قليله. قليله. يا الله متعذب يا ابو زايد متعذب. الله. قم 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 الله عيل خلنا نشيل الاغراض الاول خلنا نقطع غاضنا اول قمت الحين قال يا شوق ذكرتيني بشوق الله والقلب من حناتك اشتاق اشتاق لا تلوم قلب دوم معشوق تلعب عليه نيران الاشواق الاشواق لكن مقطوع عنا البعد والذوق الله الله وقلوب بعض الناس تشتاق اشتاق اشتاق الله يرحمه القصيد يا وي هذا القصيد ما يروح قال انا لا اكتب ولا اقرا ولا اعرف المكتوب وش هو ايش هو انا بدوي ومتعثرا عثرا عثره في البر وموقده وضوه والله يجيبها وعشت مع القعود والبكاء الله الله يا حلا وقتي وصفاء جوه الله عليك ما شكيت الضير من كسرى مطي اللي مد ويروه روه ايه الله يرحمه
الله يرحمه. الله يرحمهم. سويدان سويد أسويدان. قالوا قصيد طيبة. سويدان الشامسي ما شاء الله عد قصيد طيب. ما شاء الله. نعم عد قصيد طيب. أنا أحب أجمع هاي الأصداف يعني. تجمعها؟ والله يعني شوف أنا أحب من كل بيئة أخذ لي مثل ما يقولون ذكرى. مسوي بزايد عندك في البيت شيء؟ إيه مرة في البيت عندي وايد أشياء. أشياء قديمة. من كل شيء أخذ مثل ما يقولون أنا ذكرى. أنا عندي هوس ثاني. هي. أجمع مو بأصداف أحجار. أحجار. بألوان. الله الله. عندي أحجار عندي حجر أسود أسود مثل الفحم. يا الله. حجر هو حجر وعندي حجر ابيض وخامي سبحان الله هي انا ما مو بانسان جيولوجي هي. ولكني اجمع هالامور اجمعها وعندي في البيت مو بشرط هاي ترى سبحان الله فيها جماليات فيها هي. الالوان جميله صح. وغير انها تبقى ذكرى لك من البقع اللي اخذتها صح احنا زرنا اماكن كثيره فانت لو من كل بقعه بتاخذ لك مثل ما يقولون ذكرى او من هي. كل بستان زهره مثل ما يقولون صحيح بس بتصير عندك مع الايام يا الله ذكريات كثيره ولها ذكر بالعكس تتذكر المكان وتتذكر طبعا. اليوم اللي مريت فيه هذا الله. واني بتمها جمعت من المكان هجمعت من المكان الله. فشيء جميل يعني في بعض الدول ومسافرها طبعا ساير مثلا ساير مغامرات في الدوله هذه شغل دبل شغل دبل بزايد شغل ها مره دايس هي شغل دبل مره لا تاخر زين انزين فاجمع من الاحجار هذه واحتفظ فيها ولها ذكرى حلوه ولها حتى تتذكر يوم تي مثلا تقعد تي مع نفسك اوقات في البيت ما يك رقاد ولا شيء تقعد تي تتقلب في الامور تقلب في تتذكر الله. ان كل شيء وهالمكان وربع الطيبه اللي كانت وياك الله. والناس اللي كانوا موجود تقعد تعيد المواقف هاي سبحان الله مثلك شواك شرواك الطيب ايه فهاي الشغلات يعني جميله شوف بنصير ان شاء الله بننزل على البحر مره ثانيه ما شاء الله شوف بديناها ببحر ونهيناها ببحر الله الله ايه قطعناها وعاد باقي الجبل ان شاء الله باذن الله عندك وانت راعي بحر انا لا الوالد الله يرحمه كان راعي بحر بس عيل ايه لكن انا اقول لك يقول لك قام الوالد راعي بحر يقول لك كل يعود نصل جده ومرباه مرباه بس راعي الوفا يوفي يوفي بتوفي للبحر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لكن البحر ما له وفيان ايه البحر ما له غدابي يا الله وسوالي شغله يا ما بحنا شغله انت اللي بالغدر بك مو بالبحر اللي بالغدابي والبحر غدابي يا الله ان شاء الله الله لا يخلي البشر يغدروا بك عاد والله ما جاتني سالفه ما جاتك طاريها هذا سلمك في البحر في الصيف هسه قطع في رمله صوب المدام قطع في رمله وبعدين يوم تدينا ظهر مره شمس طير ما يطير سوت لي غافه وكان يعيش عليها زين الى طالع الغافه واضبط وضعي زين ولا شوي اشوف لك واحد انجليزي جاي يمشي زين طالع اقول هذا سراب هذا انس ظهر منو يمشي في الرمله زين ولا وحليله ريال مغاوز زين وقمت والله وفزعت له يا الله زين ومن يوم الى اليوم ريال صديق هي. صديق عزيز ما شاء الله عليه اجنبي ها؟ اجنبي والله انجليزي. وا مقصه صراحه انسان هو اللي بعد علمني على السوالف هاي. والله على الطلعات وعلى المغامرات وعلى التحديات وعلى الامور هاي هو اللي علمني عليها. لحظه فزعت فيها لانسان شوف سبحان الله استفدت منها فائده كبيره. اوه لليوم ولا باكر بعدني استفيد من هالامور كلها. الحمد لله لك يا رب. الله يزيدنا من خيره وفضله. ولا قبل عليكم. على طاي القرم حميد القرم يوم الذكات يوم مشيت في رمله الذكات شغله اقول لك قبل كانوا يرى حاله المشايين هاي اللي يمشوا اللي عبروا المشاية كانوا وكانوا بين فتره وفتره نشوفهم يوف القرم يخيموا يا الله هي يبيتوا ليله وليلتين يعني يكملوا مسيرهم على على الدول ولا كم شيء على اماكن ثانيه وعلى شغلات ثانيه. تونا مرتاحين ولا الواحد وده يصير تحت الغافه يدور له غافه من الغافات هاي. والله جو ولا هنا. ها؟ هذا الشريش مبين عليه. الشريش ولا غافه؟ اظن زاعين غافه الجماعه هنا. ايه. ايه زرعوا غاف. الحمد لله. هلا وحاله هاي كانوا دائما كان هذا خط مسيرهم. ايه. يوم يو هنا يلسوا ضبطوا وضعهم.
يسو يوم يومين يخيموا، حتى الجوالة هاي اللي هم يسووا رحلات في الطريق نفس الحالة، اللي بعد يوم يهنا بعد نفس الشيء بعد يمروا عليها كانوا. الحين ان شاء الله بيفتحوها ان شاء الله بتكون ارتب واحلى لهم. الله يفتحها ان شاء الله، يكونون الناس يهبون عليها بشكل منظم ومرتب. ايه وسبحان الله بترجع جنة، بترجع اسابق عصاب وزيد بعد ان شاء الله. ان شاء الله. ايه شوف هني عوائل قاعده وهني اطفال يلعبون وهني بشر. صحيح. يا الله وتشوف هايكينج، ناس بعد يسوون هايكينج. ناس هايكينج. شوف الهايكينج دائما يقولون الهايكينج هو تسلق الجبال، وهاي المعلومه غلط. الهايكينج هي رياضه المشي في الطبيعه، سواء كانت غابات، كانت يعني جبال، اي جبال، كانت رمال، حتى لو كانت مثل ما تقول رمال صحراء. ممكن في عندنا احنا رياضه يسووها هالفتره اللي هي الومضه، هي اللي هي الرمضه. الرمضه 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 صح الرمضه يسووها، بس يمشون يمشون حفيان حفيان حفيان. نعم ايه في الصيف اظن يمشون حفيان على الرمضه، يكونون شايلين فوط، كل ما ركضوا وشوي مشوا عقوا الفوطه وكفوا عليها. شويه شلوها ورقوا مشوا مشوا عقوها وكفوا عليها. صح. يقولون هي رياضه صحيه يعني. يعني سبحان الله الطبيعه كل شيء فيها اذا اندمجت معاها بتشوف نفسك انت ان شاء الله عمرك طويل وصحتك اطول ان شاء الله باذن الله. فالرمضه هاي يسويها مسابقات بعد حق الاطفال وحق الحريم وحق الريايل. الله شوف هذا الغاف هني، الغاف موجود. شوف هذه موجوده شجره التسامح. التسامح ها؟ ايه احنا في عام التسامح. احنا في عام التسامح. احنا في عام التسامح. الحمد لله. اللهم لك الحمد. نروح نريح تحتها شوي. صحيح ولا نكمل؟ انا ما فيني والله بريح انت ما شاء الله عليك. خلنا نكمل خلنا نكمل. يلا. ايه ما اشوف النبي الوضع انه يحتاج نريح تاني. راحه ما راحه راحه بس بزايد. ما شاء الله عليك. ايه بس 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 بس. بريح انت. ما شاء الله فين الحميه؟ كلها كامله. كل واحد يتجول في الحميه ويسووا لنا رياضه فيها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عاد مسوي لنا برنامج يوم من الايام، نرتب البرنامج انني مع تخييم. نخيم في المكان هذا او اي مكان ثاني. يعني نسوي برنامج كامل متواصل، استيقاظ من الصباح، استيقاظ من الصباح، جوله استكشافيه في المحميه. بالضبط بالضبط. شوف الامور وها بالضبط بالضبط. يعني هاي الشغلات الواحد شوف 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 شوف, شوف المكان هذا. هذا المكان عجيب لان هذا التقاء اكثر من خور. سبحان الله. تحصل هذا خور كلبه جاي، وهذه البحيره، وهذه البحيره، وهنا البحر، وهنا وهنا هنا نفس اللي هو خو كلبه القرم. لكن جاي متشعب لثلاث افرع. شوفه واحد اثنين ثلاثه ساير كذا، يعني جاي من جهه وطالع على ثلاث جهات. ملتقى البحرين. ملتقى البحرين. الله. يا سلام، رجعنا للطبيعه، رجعنا للبيئه. الله. ونرجع الى البيت. البيت. ونشوف عيالنا. بالضبط. الواحد عاد بعد هالمشي يباله شويه يريح. اي طبعا. اي يباله شويه يتمسج. اي والله. هاي تروح تجلس الحين عند عيالك خلاص ذهنك مرتاح شبعان. خلاص. شبعان ما تقول ما طلعت، لا خلاص طلعت سويت كل شيء. مالك حجه. مالك حجه. الحمد لله لك. لازم تقسم وقتك وتشوف وقت كل حد له وقته. الله. نفسك لها دور عليها، وضعك لها دور عليها. يا سلام يا سلام. هذا المسجد تشوفه مسجد الشهداء. هذا المسجد. الله. وهاي دخلت البحيرات تشوفه. نعم. وهذا الخور اللي هو خور كلبه. ايوه. وشوف مساب سايل منه ومساب سايل الجهه الثانيه. الله. هذا الماي كذي يغدف يعني مو كذي من اي مره من 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 من, من بحر من من خليج عمان. اي يغدف مره يغدي شيء، يغدي من البحيره وشيء على داخل الخور. يعني هذا مدخله الوحيد ولا له؟ لا 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 هذا مدخل الوحيد. بس الوحيد ها؟ هذا مدخل الوحيد. سبحان الله. ما له مداخل ثانيه. خلينا ننزل تحت تشوف عين. زين.
هذا البحار ثبال. اي شوفه. ايه. شوف هناك بعد ها. البحار ثبال خلاص. فلامينجو. بس بزاي انت وعدني بوحد كياك. اوف جبيني. انت وعدني بوحد كياك. بس. وما وديتني. سبحان الله لازم نوديك. وهذه ما انسالك اياها. نوديك هني يا عيل. ايه. لازم توديني حد كياك. ما احلاك يا كلبة. ها طاير الفلامينجو هناك اكو شوف. فلامينجو ولا هذا ملكع ملكع الخور؟ ها هذا؟ ايه لا ملكع الخور. والله؟ ايه ملكع الخور هالطير ملكع الخور. هذا اللي قدامنا الابيض. هي الابيض ملكع الخور يسموه. رحلتنا اليوم كانت في محمية القرم في كلباء، الحمد لله شفنا فيها أشياء جميلة عجائب تعرفنا عليها ويا أخوي أبو علي. نورنا منورنا أبو زايد نورنا. والله يا أبو زايد بس سؤال، شو عيبنا أكثر شيء في المحمية؟ شو اللي عيب وشو اللي ذكرى ما تنساه؟ الله قبل ما يا سلام. أكثر شيء شفته في هذا المحمية جميل جميل جدا فأخذت منه ذكرى. بعد إذنك وبعد إذن هيئة البيئة والمحميات في الشارقة شكرا لكم، شكرا للإذن اللي أعطيتونا إياه إن احنا نتعرف على هذه المحمية الجميلة. أنا عندي القبقوب هذاك ما أنساه. ما تنساها؟ نشوفكم إن شاء الله حلقات جاية تحدي جديد مع مزايد و الجسمي وعلي وعلي الجسمي.